طيب ابو لطيف، امتى حسيت الادرينالين عالي على الاخر، بدات تتوتر جدا وبدات تخش في مود ثقيل جدا، وحسيت انك عليك حمل السنين، حمل ثقيل، حمل شعب مصري بالكامل؟ قولي لحظه بعينها انت كنت في اللحظه دي، لا انا مضغوط قوي يا جماعه. اللحظه اللي انا اتصبت فيها والدكتور كان بيلف لي الشاش، فكنت مغمض عيني، فطبعا يعني الماتش راح مني، فطبعا فكل بقى الاحداث اللي انا ما كنتش حابب ان انا افتكرها افتكرتها يعني، وجيت في بالي ان طبعا في ناس مستنيه ان هي تفرح زمالتها لحضرتك، او ان انا شايل اسم بلد زي ما حضرتك بتقول. في ناس كتيره جدا ممكن ما تعرفش هي بتحب بلدها قد ايه غير اما بتتفرج عليك او بتشجعك، وهو ما يعرفكش، وهو عنده غيره عليك وزعلان انك اتعورت او انك بتنزف او الكلام ده. فهي دي بقى حاجه يعني، هي احنا بصراحه بلدنا مش اخص عبد اللطيف. انا لو عبد اللطيف طلع مكانه واحد تاني يمثل مصر في ميزانه هقف اشجعه، ايوه في نفس ميزاني او زميلي هقف اشجعه. لازم اشجعه عشان خاطر بلدي، وعشان خاطر الناس اللي تعبت عشان خاطر البلد دي تستاهل ان هي تتكرم وبلدها تبقى كويسه. نفس السؤال، في لحظات كده انا بقول لك، انا بحكي لك عن مش عن نفسي كريم يعني، انا معظم الناس يعني، واحنا بنتفرج على المباريات التنافسيه دي بقعد اقول يا عم الله يكون في عونهم، اذا كان انا قاعد على كرسي في تكييف ومضغوط جدا نفسيا وبنهار عشان عايز بلدي دي تفرح بميدالية النهاردة او تفرح بانجاز، انت بتبقى حاسس بايه؟ انا عايز اقول لك الاحساس بيبقى صعب جدا. انت العالم كله بيتفرج عليك، مش مصر بس، من اول ما بدأت كمان يعني، مثلا في الادوار التمهيدية في ناس برضو متابعة وبتتفرج، بس من اول مثلا قبل النهائي والنهائي والميداليات البرونز والكلام ده، العالم كله بمعنى الكلمة بيتفرج عليك، الصالة مليانة جماهير، اعلان الدنيا. طبعا بيبقى في توتر بسيط، بس احنا اول ما انت بيبدأ الماتش خلاص الموضوع انتهى. بس طبعا الاحساس اللي كان صعب جدا عليا ماتش الميدالية البرونز، انا عايز اروح بميدالية، ولقيت السوشيال ميديا كله مقلوب وبيتكلم ومستنين مني الميدالية، لان كان فعلا الميدالية كانت اتأخرت على مصر بعد ما محمد السيد، وطبعا كنت انا قريب جدا للميدالية بعدها، انا وعبد اللطيف كنا بنلعب في يعتبر في نفس الوقت يعني. فطبعا هو ده الوقت ان اللي فيه كنت متوتر زياده، وكان الحمل صعب شويه. دي كانت اللحظه الاصعب يعني. طيب احنا كنا فرحانين سبحان الله ببعثه اولمبيه كبيره المره دي لمصر، سافرت للاولمبيات، عايزين يبقى بعثتنا اللي جايه اكبر واكبر واكبر، وليه لا ضعف العدد ده كمان ومعاهم ضعف عدد الميداليات. متفائل بدايه في الاولمبيات اللي جايه ان شاء الله؟ ان شاء الله، ليه لا. في رياضات كتيره داخله الاولمبيكس السنه بتاعت امريكا، واهو انت قاعد معانا ثلاثه رايحين يجيبوا ميداليات، وراهم ناس تانية هتبقى راح تجيب ميداليات باذن الله. التمثيل المصري في اولمبياد لوس انجلوس يبقى عدده كويس، وان شاء الله بقى ميداليات اكتر باذن الله. باذن الله، باذن الله عدد اكبر وميداليات اكبر كمان. طيب كريم، تعال نخش بقى في اولمبياد باريس، سواء اولمبياد باريس او حتى مش اولمبياد باريس، ايه المباراه اللي انت ما تنساهاش، او يعني بطوله ما تنساهاش؟ البطوله اللي ما انساهاش كانت صعبه عليك، حسيت ان انت عملت فيها مجهود كبير وفي الاخر انتصرت بعد المجهود الكبير دوت؟ هي طبعا هو الماتش بتاع الدوره الاولمبيه طبعا، في بتاع اولمبياد باريس، لان الماتش ده انا يعني اشتغلت جامد جدا قبله، وكنت اثناء ما انا في فرنسا يعني قبل البطوله كنت جاهز بطريقه انا ما كنتش جاهز بالطريقه دي قبل كده يعني. في ماتشات كتير انا لعبتها كنت الماتش ده كنت اجهز ماتش فيه فعلا، بس قضاء ربنا وقدره ان انا دخلت الماتش اتصبت، وانا لحد يعني مثلا لحد من يوم كده وانا في صدمه بان انا ان خلاص اللي هي الاولمبياد خلصت، اللي هي انا بعد التجهيز ده كله اتصبت وما كملتش، انسحبت من البطوله. فدي طبعا كان يعني ماتش ده عمري ما انساه، لكن هو انا متاكد ان هو هيكون الدافع اللي بعد كده، هو الوقود اللي هيخلينا نجري بعد كده لقدام يعني. ان شاء الله واثقين والله، يعني واثقين عشان كمان واثقين من العقليه كمان اللي انت بتتكلم بيها دي، واضح ان انت عندك هدف وهتوصل له باذن الله ان شاء الله. طيب على لطيف، نفس الامر، مواجهه انت ما تنساهاش في حياتك سواء في الاولمبياد او بره الاولمبياد؟ هو طبعا كان في بطوله العالم في صربيا اللي فاتت، طبعا لما ربنا اكرمني وجبت برونز، وكانت البرونز ديت ما جتش مصر بقى لها 17 سنه ان حد يجيب ميداليه في بطوله عالم كبار. تعبت وربنا كرمني الحمد لله، وكنت راضي،
وكنت راضي برضك لما انا تعبت وربنا ما اردش ان انا اجيب برونز في الاولمبياد برضك. الحمد لله هنا والحمد لله هنا وقدر الله ما شاء فعل. وان شاء الله نقطه من اول السطر نبتدي نشتغل من جديد، نبتدي نشتغل على نفسنا ونتفرج على نفسنا واحنا بنكسب واحنا بنخسر عشان خاطر ان احنا نتقدم اكتر واكتر ان شاء الله، وان والناس اللي متعشمه فينا تلاقي نتيجه ان شاء الله. ايه اول تليفون جالك بعد ما خلصت الاولمبياد مع اخر مباراه؟ دكتور اشرف، دكتور وزير الشباب، قال لي قدر الله ما شاء فعل، عملت اللي عليك، احنا مش طالبين منك اكتر من كده. طبعا الجهاز الطبي في اللجنه الاولمبيه جه شاف الجرح وكده والحمد لله والامور عدت على خير. رجع والدي كلمني قال لي ما، ولما برضو من ضمن الحاجات اللي ما انساهاش وانا داخل البيت ما مش كويس نفسيا، والدي وقف على باب البيت سقف لي وقال لي عملت اللي عليك وما رحبش بيا وانا جايب برونز في بطوله العالم بالشكل ده. ده قاصد ان يدعمك. دعمني فعلا وسقف لي وقال لي مبسوط جدا بيك وفخور والله. ما قالش يعني، هو ما قالش ليه الكلام ده وانا مروح ببرونز في بطوله عالم كبار. والراجل بجد يعني انا متخيل المشهد ده. انا كنت متخيله ولا انا فاكر؟ انا متخيله، كان في بكاء كثير يعني. انا يعني صح كده، هو ابويا بطل في عيني، في حتى لو ما عمليش حاجه هو ابويا، فانا فخور بيه في كل حاجه لانه هو هو من وانا صغير هو قدوتي. ما حد كان بيزعلنا اقول له بابا، عايز في حاجه اقول له بابا، فهو ابويا هو بالنسبه لي سوبر هيرو في كل حاجه. فانا يعني ربنا يديله الصحه. مفيش مره قال لك بلاش اللعبه دي تلعب حاجه تانية؟ هو اللي كان بيساعدك. هو طبعا الرياضه بتحمي الانسان عن طرق كبيره، عن طرق كتيره جدا. في الزمن اللي احنا فيه ده مش كويسه خالص. صح. فالرياضه في حد ذاتها زي ما انا قلت انت كسبان في كل الاحوال، بطل مش بطل انت كسبان. صح. اولا هي بصراحه يعني بتخلي عندك ثقه في نفسك بطريقه غير عاديه، بتخليك كمان انت هادي جواتك في حد هادي. حتى مهما تغضب او كده انت بترجع. غير كده انها بتحافظ على صحتك وعلى شكلك، والرياضي بالذات بيبقى محبوب من الناس كلها. هاي الرياضي بالذات بيبقى قريب جدا. وانا عايز اقول حاجه بقى لاخوات الابطال. اتفضل. ممكن تسمعني في الكلمه دي؟ اتفضل محمد معاك. بلدنا فيها كوادر كتيره جدا جدا جدا، بس بلدنا ما فيهاش ابطال كتير. لا، في ابطال في مجالات، بس في بطل رياضي او بطل عالم او بطل اولمبي بيبقى قليل. فالحمد لله ان ربنا كرمكم وخلاكم مميزين. بقى بطل اولمبي محمد جبر، كريم بطل عالم، انا بطل عالم والحمد لله ربنا كرمني بقيت بطل اولمبي. كل ده مش كتير. كل ده وايه؟ كل ده مش كتير. كتير على ايه؟ ما هو كتير اهو، ابطال كتير اهو. لا مش القصد، بالنسبه لان انت حد مميز. فخسارتنا في الاولمبيات او اصابتنا في الاولمبيات مش هتاثر علينا في حاجه. أيوة. احنا ثقتنا في ربنا كبيره وثقتنا في اللي جاي ان شاء الله كبير. وانا بقول لزمايلي مش لا انا بس، ان هم حاجه مميزه. فنستمر في التميز ده عشان خاطر ربنا يكرمنا. وانا بشجع زمايلي، عشان طبعا بتكلم مع كريم على اصابته وكده، هو بيتكلم يعني كريم حد محترم جدا او محمد، فانا بشجعه من ان شاء الله اللي جاي. لان انا ما بنساش. تسال كريم سؤال؟ لا، كريم ده شخصيه في حالها جدا ومحترم. ما سالتش كريم ولا سؤال النهارده. هو كريم انت بتاخدها. أيوة. كريم على فكره دي قعده مذيع. لا لا، بقول لك ايه، القعده اللي لفتها دي كمان لفت مذيع يعني، اللي هو يلا لف بقى وسع. شايف يا فندم اهو مصمم يخليني اسيب اللعب. عايز اقول لك كده كمل في رياضتك. اسمعش الناس الوحشه. كلم كمل في رياضتك. كمل في رياضتك وبعد كده تشوف. عايز تسال اهو، اساله يلا. تاخدها كريم؟ قال له ايه؟ ما سمعتش السؤال. باخد الحمد لله. بياخد فيتامينات ايه يعني؟ فيتامينات ايه؟ احكي حياتك، الفيتامينات والاكل الصحي بتاعك عشان نتعلم منك. يقصد يسالك، انا هسالك السؤال بصيغه تانية، يقصد يقول لك روتين يومك ايه عشان تقدر تحافظ على صحتك وتفضل طول الوقت بطل كنموذج لكل الشباب. لا، بالاخص الاكل والفيتامينات. الاكل والفيتامينات بس. هو بيتكلم في تفاصيل اهو. اتفضل. والله يعني الحمد لله، يعني الروتين الفتره اللي فاتت كان كويس جدا، علشان انا كنت عامل دايت كده وكنت بجهز مع دكتور، يعني كان دكتور تغذيه، فكنت عامل دايت كويس، كنت ماشي على نظام غذائي كويس. الفيتامينات طبعا كانت قليله، كنت معتمد على الاكل والتغذيه الصحيحه والحمد لله. عجبتك الاجابه؟ طبعا هستفاد منه. طبعا تستفاد منه، بياخد فيتامينات قليلة تستفاد منه يعني. طيب محمد عوداء، انا عايز اسالك السؤال ده برضو بالمناسبة، انت روتين يومك بيبقى عامل ازاي؟
طبعا احنا في منتخب مصر احنا بنتمرن تمرينتين اتنين في اليوم. انا مش بتكلم على منتخب مصر، انا بتكلم شخص بطل طبيعي روتين يومه بيبقى عامل ازاي، بيصحى من النوم بيعمل ايه لحد ما بينام. انا عايز اقول لك ان انا من بلد ارياف، احنا عندنا ارض، بقوم اساعد والدي في الارض في الصبح يعني الله، وبعدين اطلع على تمريني، خلص تمريني اطلع على شغلي، بس هي ده يوم الروتين اليوم بس كده. اه مفيش بقى خروجات واصحاب والكلام ده كله، اللي يوم الاجازه بس. يوم الاجازه بتاخد اجازه بس؟ الاجازه بتاعتي مثلا يعني او انا مثلا عندي مثلا فرح، عندي حاجه مهمه باخد اجازه ليه. والنوم بتاعك بيبقى امتى في العادي؟ العادي يعني مثلا ممكن انام من الساعه 11 بالليل لحد الساعه 6 الصبح 7 الصبح. من 11 ل 6 الصبح؟ مفيش حاجه بقى اسمها انام 3 الفجر و 4 الفجر والكلام ده؟ بحاول على قد ما اقدر، بس في اوقات ببقى غصب عني يعني. ليه غصب عنك؟ شغل يعني؟ شغلي. ايوه شغلك. هو شغلك هو اللي